السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الفيديو الجديد. اليوم سوف أريكم طريقة البحث عن القنوات بدون إضافة تردد، بدون إضافة التردد. يعني أي قناة تكون موجودة مثلا على قمر النيسات سوف نبحث عنها بدون إضافة التردد الخاص بها. أولا نذهب إلى قائمة البحث، نختار على سبيل المثال قمر نايلسات، ونختار نوع البحث. نوع البحث سوف نختار ريسيرش افيكل أو البحث الأعمى، يعني أي تردد يكون موجود على القمر الصناعي سوف يضاف تلقائيا. سوف نقوم بالبحث كما قلنا، يسمى بالبحث الأعمى أو البحث العشوائي. كما تلاحظون الترددات تقوم بالنزول أوتوماتيكيا تلقائيا. عندما تنزل جميع الترددات سوف يقوم بالبحث عن القنوات. ننتظر حتى 100%. الآن بعد تنزيل جميع الترددات تلقائيا سوف يقوم بالبحث عن القنوات. كما تلاحظون أي تردد جديد سوف يضاف تلقائيا بطريقة سهلة وبدون البحث عن التردد. حتى ينتهي البحث تصبح النسبة 100%. انتهينا من البحث، الآن سوف نجد جميع قنوات النيلسات. كما تلاحظون جميع قنوات النيلسات موجودة، حوالي 1035 قناة. كما قلت يجب عليكم البحث، نوع البحث، اختيار نوع البحث، البحث العشوائي. إلى هنا أيها الإخوة ندعوكم للاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم.